بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى راح نعمل أول محاضرة من الإيليرنينج أونلاين إيليرنينج، راح تكون إن شاء الله عن موضوع ريفرنس أند ستاندرد ستيتس. موضوعنا إذن هو ريفرنس أند ستاندرد States. هلا تنوع الريفرنس والستاندرد ستيتس مهمة في تسهيل عملية الكالكوليشن، بتكون makes calculation أو calculations more easy. بدل ما نعتمد بس ريفرنس او ستاندرد ستيت واحده، بناخذ اكثر من ريفرنس او ستاندرد ستيت، ومنها بصير عمليه الكالكوليشن ل جيبس فري انرجي تشينج بكون اسهل، لانه جيبس فري انرجي زي ما بتعرفوا انه از ا فانكشن of temperature, pressure, and composition. هلا في عنا اثنين reference states. هدول الريفرنس ستيتس أهم خاصية إلهم اللي هي الأكتيفيتي كوفيشنت. زي ما بتعرفوا إنه لما نيجي نعمل calculation ل Gibbs free energy change، احنا بحاجة الى الactivity of I او المولر فراكشن بحال عنا ideal solution او المولر فراكشن والactivity coefficient لما يكون عنا real solution. هلا المولر فراكشن او الاكتيفيتي كوفيشنت، زي ما شفنا بالمحاضرات السابقه انه الكالكوليشن اوف اكتيفيتي كوفيشنت بكون كثير من المرات صعب. This is difficult to calculate. كمان عملية الكالكوليشن of مول فراكشن ممكن نعمله، لكن معظم الكمبوزيشنز في الماتيريالز انجينيرينج او الكيميكال كمبوزيشن بكون معطي بدلالات اخرى غير المول فراكشن، فاحنا بنضطر كل مرة نحول الكمبوزيشن الى مول فراكشن حتى استطيع احسب الاكتيفيتي لا اي، وبعدين منها استخدمها في حساب Gibbs free energy change. هلا اهم خاصيه للريفرنس ستيتس هما يلي: اهم خاصيه انه احنا نختار الريفرنس ستيت بحيث انه تكون الاكتيفيتي كوفيشنت تساوي واحد. اذا ان ريفرنس ستيتس الاكتيفيتي كوفيشنت
لازم تكون تساوي واحد اللي هي اليونيتي. هلا لكل ريفرنس ستيت في عنا اكثر من ستاندرد ستيت او وحده. خلينا نحكي عن اول نوع من ريفرنس ستيتس اللي هو pure component reference state. يعني I is pure. هلا مش شرط انه يكون pure، لانه احنا لما نحكي عن I pure معناته we don't have a solution، لكن احنا عندنا solution. او I approaches purity، يعني ممكن يكون كتير قريب انه يكون pure. هلا نفترض انه عندنا solution هو واحد B. شوفوا واحد هي referring لا solvent، واحد is the solvent و B is the solute. هلا واحد كبير كتير لدرجة انه السولفنت كبير كثير لدرجة انه يساوي واحد، و B السوليوت صغير كثير لدرجة انه يساوي صفر او approaches zero. عشان هيك كتبنا واحد، ما كتبنا A او C الى اخره. هلا limit الاكتيفيتي ل B، انا بهمني B اوكي، على المول فراكشن لبي as xb approaches 1 تساوي 1. وهذا نتيجة طبيعية، لأنه لما يكون المول فراكشن يساوي 1 ويكون الاكتيفيتي تساوي 1، إذن بتكون الليمت equals 1. بما أنه pure او المول فراكشن يساوي الاكتيفيتي، معناته احنا بنحكي عن ideal solution. والideal solution زي ما بتعرفوا انه هو رولتس لو لاين. احنا بنحكي عن رولتس لو لاين لما نحكي عن هاي الستيتمنت. اوكي، اذا اثنين انه this is Rolle's law line. نيجي ل الرقم ثلاثة. For this reference state, only mole or atom fraction اللي هو المول فراكشن is used. هلا لا هاي reference state مش ممكن نستخدم الا فقط نوع واحد من الcompositions او الcomposition parameters اللي هو المول فراكشن فقط. إذن
لما استخدم pure component reference state فقط المول فراكشن هو الكومبوزيشن الوحيد اللي ممكن استخدمه. طيب هلا أربعة الاكتيفيتي كوفيشنت جاما اوكي وعادة لازم تكون تساوي واحد. هلا خمسة for this reference state عندنا فقط one standard state اللي هي هاي هي بيور كومبوننت. طبعا ما انه بيور كومبوننت معناته اكس بي ابروتشز 1 جاما الاكتيفيتي كوفيشنت ابروتشز 1 اذا كان هدول التنتين صحيحات معناته الاكتيفيتي اوف بي approaches 1. خلينا نلخص اللي حكيناه لحد هلا. انا في عندي reference states تستخدم لتسهيل عمليه calculation ل Gibbs free energy change. اوكي هلا في عندي شرط وحيد للreference states انه الاكتيفيتي كوفيشنت لازم تساوي يونيتي. يعني انا بدي اعمل ادجستمنت لا باراميترز ثانيه بحيث انه اعمل الاكتيفيتي كوفيشنت تساوي واحد. يعني لو كانت الاكتيفيتي كوفيشنت هي 2 انا بدي اغير في المعطيات بحيث اسويها واحد. لو كانت نص بدي اضربها في 2 اعملها واحد وهكذا. اوكي هلا اول reference state عندنا اللي هي pure component reference state هلا بما انه بحكي عن pure component reference state معناته انا بحكي عن تقريبا ideal behavior او Rolle's law او Rolle's law line يعني الاكتيفيتي تساوي المول فراكشن. طيب بالبيور كومبوننت ريفرنس ستيت في عندي شرط ثاني اللي هو انا مش ممكن استخدم الكومبوزيشن الا ان تيرمز اوف مول فراكشن فقط. لهي النوع من الريفرنس ستيت المول فراكشن هو المسموح استخدامه. كمان الاكتيفيتي كوفيشنت هي جاما. لهاي الريفرنس ستيت في عنا 1 ستاندرد ستيت اللي هي بيور كومبوننت. اذا منلخص في عندي بيور كومبوننت ريفرنس ستيت هاي لها one standard state اللي هي pure component standard state. اوكي هيك بنكون خلصنا اول reference state. بدنا نيجي لreference state الثانية اللي هي بتمثل الواقعية أكثر من الأولى لأن الأولى بتمثل رولز لو لاين. رولز لو بمثل الايديال سولوشنز لكن معظم السولوشنز
ممكن يكونوا real solutions, regular solutions اللي هم بعاد شوي عن ideality. النوع الثاني من الreference state اللي هي infinitely dilute reference state. هون الشرط انه limit الactivity of B على epsilon of B as epsilon of B goes to zero لازم تساوي واحد. هاي في البقاء وهاي goes to zero equals one. شو الepsilon B اللي هي الcomposition parameter. هاي ممكن نعبر عنه. هون ما حكينا مول فراكشن, حكينا كومبوزيشن باراميتر اللي ممكن يكون اكثر من نوع. طيب شو هي ابسلون بي؟ شو ممكن استخدم انا كومبوزيشن باراميترز؟ ممكن يكون مول فراكشن, ممكن استخدم مول فراكشن ككومبوزيشن باراميتر اللي هي كمان اتوم فراكشن. Atom fraction. ممكن استخدم ال weight percent. يعني معظم كتير من ال processes بكون الكمبوزيشن معطي بدلالة الويت بيرسنت. هون بتسهل كثير عملية الكالكوليشنز لما أكون مثلا في عندي سولوشن, خلينا نحكي عن ستيل معين, في مثلا نحكي نسبة الكربون 0.6% ويت بيرسنت, نسبة مثلا المنغنيز, مغنيسيوم, الكربون, السيليكون, نيكل, كروميوم, بكون مثلا النيكل نسبته 10% weight percent. هون weight percent ممكن يكون الاتوم percent. اوكي, يعني كل هدول الكومبوزيشنز يمكن استخدامهم ب الريفرنس ستيت. هاي هلا كلمة infinitely dilute يعني أنا عندي محلول مخفف جدا. محلول مخفف جدا يعني كمية B هون approaches zero, مخفف جدا, infinitely dilute. بما أنه بنحكي عن مخفف جدا, إذا النقطة الأولى هذا reference state بتمثل هنري's law line. اثنين, الكمبوزيشن ممكن يكون مول فراكشن, ويت بيرسنت او اتوم بيرسنت. اوكي, النقطة المهمة في الموضوع هون انه نقطة مهمة. شوفوا الـ reference states are lines. شو يعني؟ حكينا في الأولى الـ pure component reference state إنه هاي عبارة عن Rolle's law line. line for infinitely dilute ها
حكينا عن هنريز لو لاين. إذن ريفرنس ستيتس ار لاينز. إذن في عندي تو لاينز، اما ممكن يكون رودز لو لاين او ممكن يكون هنريز لو لاين. اوكي، هيك مزبوط. اوكي مزبوط. هلا النقطة الثانية انه حكينا ريفرنس ستيتس هم لاينز، الستاندرد ستيتس ار، هاي نقطة مهمة كتير، are points on these lines. يعني أنا عندي خط، هذا reference state، وفي عندي نقاط، هدول هم the standard states. Okay. طيب هلا بال infinity dilute reference state رقم 3 هون نحكي standard states بالinfinitely dilute reference state هم ثلاثة. أولا ممكن نحكي عن pure B. إذا بحكي عن pure B رجعنا نحكي عن mole fraction، لأنه أسهل لما نحكي عن pure B أستخدم mole fraction. اثنين، واحد اتوم برسنت بي ستاندرد ستيت. ثلاثة، واحد ويت برسنت بي. اذا في عنا ثلاثة ستاندرد ستيتس، اما بيور بي او واحد اتوم برسنت او واحد ويت برسنت اوف بي ان ذي سولوشن. أربعة، آخر نقطة نحكيها هون، أنه الاكتيفيتي كوفيشنت لا الستاندرد ستيت هاي is denoted by F، مش لامدا، F هون اسمها F. اوكي طيب، هلا حكينا شرط اول انه الريفرنس ستيتس، بنقدر نحكي الريفرنس ستيتس ار لاينز، واحنا بنعرف انه الاكتيفيتي كوفيشنت هي السلوب اوف لاينز، معناته احنا بدنا نعمل ادجستمنت لهدول اللاينز بحيث يكون السلوب لازم يساوي واحد. اوكي، اذا انا عندي خط معين، هذا السلوب تبعه بدي أخليه يساوي واحد، هاي الريفرنس ستيت، وهذا عليه نقاط، هدول النقاط اللي هم الستاندرد ستيت. أوكي طيب، إذا بالتو ريفرنس ستيت البيور كومبوننت أو الانفيتلي دايلوت بكون الاكتيفيتي كوفيشنت جاما أو F تساوي
واحد بالضبط. اوكي.